هذيك خال ماما، شكون اللي اختصبني؟ خال ماما. وليتي انت اللي ما مزياناش. وليت انا اللي ما مزياناش، وليت انا حباسه، وليت انا جايبه بنت من الزنقه. صيفطوني للحبس برباش. علاش داروا لك سالا؟ قالت لي باش نغبرك، باش حتى واحد ما يبقى يحملك. قلت لها خالتي بغيتي تدوي على حقك. كنت باغا ندوي على حقي. صيفطوني للحبس 4 شهور، دوزت 4 شهور في الظلم. انا والله ما دايره شي حاجه. واش تهمك بالسرقه؟ ديالاش تهلاو من الحبس نعيش فيه ولا نعيش في الصعيبات الله يدوزو عليا في الزناقي. زقت حامله معاه ببنيه دبرا عندها 6 سنين ونص. ما اعترفش ببنته، ما اعترف حتى شي حاجه. كيقول لي كيما انتي داز عليك واحد راه دازو عليك عادات. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناه اشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للملفات والقضايا الإنسانية والاجتماعية. معنا اليوم أخت رشيدة، اختارت اسم مستعار، ما بغاتش تبان به وما بغاتش تكشف على الوجه ديالها احتراما لعائلتها والحياة ديالها الخاصة. وأخت رشيدة هي كتنحدر من منطقة شمال المغرب بدون ذكر المدينة. وقع لها مشكل ملي كانت صغيرة، بقى قاصر عندها 15 سنة، وقع لها اختصاب. من داك الاختصاب حيت سكتت عليه وقعوا لها مشاكل كبيرة أكبر من الاختصاب. غيولي فيها سجن، غيولي فيها حمل، غيولي فيها تشرد، غيولي فيها بزاف الحوايج. اليوم القصة ديال الأخت رشيدة قصة للعبرة وليست للفرجة. السلام عليكم أختي رشيدة. كيف ما قلت للمشاهدين بانك اليوم اختاريتي تباني بوجه غير مكشوف واسم مستعار. نعم اختي مريم. عاودي لينا القصه ديالك ملي كانت عندك 15 عام وباقا عايشه في داركم بخير وعلى خير. الحمد لله كنت عايشه في دارنا بنت 15 عام كنت كنقرا. من بعد مشيت من الدار ديالنا، مشيت عند خالي عند خال ماما. بقيت جالسه معاهم شويه، قال لي نوضي واش غتمشيش؟ قلت له لا غنبقى هنا شويه راه ما كاينش التاروت. قال لي والله غتنعسينا. قلت له اه. عطاني واحد يعني مشيتي لدار ماماك ما كانتش في الدار، الوالدتاش قلتي ندوز عند خال ماما. اه. من بعد بقيت جالسه شويه تغدي، عطاني واحد العصير وعطاني الغدا، تغديت ومشيت نعس. ساكن بوحدو؟ لا، عنده وليدات وكانوا ديك الساعه ما كاينينش، وكاين الزوجه ديالو ما كانتش كاينه ديك الساعه، كانت معرضه في واحد العرس. بقيتش معاهم، بقيت جالسه واحد حتى نعست، ما كليت ونعست. ضربتني الفايقه مع 11 تحت الليل، لقيت راسي حالتي بالدمايات. ملي صافي شفت راسي بقيت كنبكي. شفتي راسك حالتك بالدمايات، باش حسيتي؟ اش تخلعتي؟ شنو قلتي؟ تخلعت. قلت شنو زعما؟ يعني انا ما عمري كان سابقا ما صايمه ما والو، يعني ما كيجوكش لي غاكل باقا؟ باقي ما باقى ما بلغتيش؟ باقا ما بلغتش ديك الساعه. ملي بقيت هكاك مش عارف الساعه تمتم بالليل، جمعت حوايج ومشيت بحالاتي لدارنا. علاش؟ حسيت بالشمشه، ما عرفت والو، ما عرفت. ولكن انت ديك الساعه كنتي ضحيه، راه ماشي انت اللي درتي الخطا. واخا كنت ضحيه سكت، مشيت لدارنا. المهم بدلت حوايج وهذيك النعس الصباح. هزيت الفلوس من بسطه ماما، مشيت للسبيطار، مشيت للطبيبه ندوز. قالت لي راه انت ماشي باقا بنت، واش نعيطك على البوليس؟ قلت لها لا ما تعيطيليش على البوليس. قلت لها انا عارفه والديا صعابين وعارفه دارنا صعابين، ما تعيطيش على البوليس. علاش ما بغيتيش ديكلاري وما بغيتيش تقوليها لماماك وباباك؟ انت ما درتي والو، انت ضحيه.
خفت واللي خفت طحت منه كثار وكثار. من بعد مشيت قلتها لاختو، قلت لها شوفي اش وقع لي واش وقع لي خالتي. قالت لي شنو هو؟ قلت لها اه. قالت لي هاد الهضره ما نسمعهاش. عطاتني الفلوس هكا، كنت كسابقه صغيره كنحس، عطاتني 5 ديال 100 درهم و5 ديال 4000 ديال 20 فرنك. شديتهم قالت لي شديهم وقطعي غبري بحالك من هنا. ما غبرتش مشيت لواحد البلاصه بقيت كندور في الزناقي. وبالليل بديت كتحسك بحال انت اللي دايره الخطأ، انت اللي دايره المشكل. وبالليل النهار كنضل ندور في الزناقي، وبالليل كنمشي نبات بالموبلات. فيما لقيت كنبات، من تما سافرت عاوتاني لمدينه اخرى، بقيت كنبات نفس تتسالوا لي الفلوس. دازت المده، دازت 2010 وانا حيت الجحيم بالصراحه. دوزتني واحد السيده مشيت عايشه معها في واحد العروبيه بخير. من بعد سمعت الام ديالي مريضه، هبطت جات هذيك خت خالتي داتني سميتو، داتني للتماره. مشيت للتماره داتني عند واحد المراه قالت لي ما تبانيش. من بعد داروا لي السرقه، صيفطوني الحبس برباش. علاش داروا لك سرقه؟ قالت لي باش نغبرك باش حتى واحد ما يبقى يحاملك. قلت لها خالتي بغيتي تدوي على حقك؟ كنت باغي ندوي على حقي. صيفطوني الحبس 4 شهور، دوزت 4 شهور في الظلم. انا والله ما دايره شي حاجه. واش تهمك بالسرقه؟ علاش؟ قال لي اختي سرقت الذهب، وسرقت 7 المليون الذهب، وسرقت لواحد الجزائريه. وانا والله ما سرقت. انا داك الخوف اللي كان فيا اعترفت للبوليس، قلت لهم اختي سرقت ودرت. صافي المحكمه عطوني 4 شهور. هكذا اعترفتي قدام الضابطه القضائيه وقال لك الاعتراف سيد الادله، يعني لا درتي. صافي بقى عندي التحال، عارفه راسي قلت اللهم الحبس نعيش فيه ولا نعيش في عباد الله يدوزوا عليا في الزناقي. ومن بعد خرجت من الحبس ومشيت عاوتاني يعني خدمت، بقيت كنخدم عارف هكا في الميناجات. بقيت المهم في ما بان لي شي حاجه كنمشي للدار اسوأ. وليت هكاك، وليت من هنا لهنا لهنا. ثاني تلاقيت معاه فوق قنيطره، صيفطتني للحبس عند واحد صدتني عند واحد المراه قالت لي صاحبتي تخدمي عندنا. مشيت خدمت عندها 15 يوم، صيفطوني بشهرين للحبس. علاش؟ بالسرقه. وانا البوليس كنقول لهم والله ما سرقت، وراه في الاعتراف ديالي والله ما سرقه، وعند قاضي التحقيق والله ما سرقه. انا شنو تهموك سرقتي هذه المره؟ سرقت سلسله. ولكن اختي واش انا سرقت سلسله؟ سمحي لي اختي مريم، واش انا سرقت سلسله وجالسه في الدار وشدتني ودتني للكوميساريه؟ ولكن اختي رشيده فايته دارتها بك المره الاولى، علاش عاودتي تختي بها؟ ظروف ما كانش عندك ربما؟ فين غنعيش اختي؟ فين غنعيش؟ كنقول اللهم هذيك 500 درهم في الشهر واكله شاربه، ولا هذيك 50، ولا نبقى كاسه في الزناقه عند عباد الله، عباد الله يتشمتوا فيا. من بعد خرجت من الحبس مشيت هاجرت المدينه، هاجرت الوجده، ومن الوجده جيت هنا للداخل. بقيت جالسه نفس، مشيت خدمت ديك الساعه، خدمت في واحد الشركه ديال الخياطه، خدمت المهم بخير الى حتى 2014. واحد السيد تقشبيح غيتزوج بيا، وتقشبيح غيحيدني من هذيك وبزاف ديال الحوايج. زقت حامله معاه ببنيه دبرا عندها 6 سنين ونص، ما اعترفش ببنته، ما اعترف حتى شي حاجه. كيقول لي كيما انت داز عليك واحد راه دازوا عليك عادات. وديك البنت شكون اللي قال لك بنتي؟ مشيت تمحنت بزاف ديال الحوايج. دابا تصور بنتي كتقول لي ماما فين هو بابا؟ ماما واش ما عندكش عائلتك؟ ماما فين عايشه حنا؟ ما الدريه ولات كتعرف، الدريه ولات بزاف ديال الحوايج. يعني كتحسي راسك بوحدك، وجبتي معاك نقولوا ضحيه اخرى للحياه. ضحيه حتى هي بحال كتحس براسها ما عندها العائله لا والو، ولكن ان شاء الله يطرح لك ربي الخير في هذه البنيه هذه. انا اللي كنبغي نحييك على واحد النقطه، انك انت ما خليتيش الوريقات ديال بنتك، انك وقفتي وصيبتيهم ليها رغم ان الاب ما بغاش يعترف ببنته. الحمد لله وقفت وصيبت لها وريقاتها وقديتها ودخلتها للمدرسه وقريتها. حيت شحال من وحده كتكون في البلاصه ديالك وتنقول لهم راه عطاتكم مدونه الاسره عباد الله الفرصه انكم تمشيو تقيدوا وليداتكم، ما تخليوهمش ضايعين باش يمشيو يقراوا باش يمشيو يتمدرسوا يقدروا يدخلوا للسبيطار يقدروا هذا، كتقول لك لا حقه ما بغاش يعترف مدونه الاسره عطات للمراه انها هي تعطي الحق السميه لبنتها او لولدها.
لا انا عصبت لوريقاتها ودخلتها كتقرا والحمد لله دخلتها راه يعني كنت في مدينه اخرى وتحولت لهاد المدينه ولكن الحمد لله راه كيقريه. لكن دابا تصور انايا بنتي حبستها من دراسه هاد الشهر هذا وما كتقراش وليت كتقول لي ماما واش انا ما غنطلعش في هاد الدراري، ماما واش انا غنمشي نخدم معاك. تريا عندها شحال 6 سنين كتسول هاد الاسئله ديال الكبار كتسول الاسئله ديال الكبار كتقول لي ماما واش انا ما نكونش في هاد الدراري صغار، ماما واش انا ما نكونش في حال هادوك اللي عندهم امهات واباء ديالهم كيجيو يدوا من المدرسه. ولات كتحس بالفراغ ديال الاب. وليت كتحس بالفراغ كتقول لي ماما كنمشي للخدمه من الصباح حتى الليل كنخدم غير في القهوه، كتقول لي ماما وليتي كتمشي انت كتمشي تغبري وكتخليني بوحدي ولا وقعت لي شي حاجه وزات تقلبت بقصة راه يعني كتقولي ماما يتقدر شي هادشي كابلي ولا شي حاجة وأنا ما كايناش في الدار. مسكينة. وعاد تصور مول الدار البارح عيط لي قال لي خصك تخوي، قلت لها ماما عقل. علاش قال لك خصك تخوي؟ ما خلصش هاد الشهر اللي فات وهاد الشهر هذا شهرين. علاش؟ قال لي تخوي. جلستي من الخدمة؟ جلست من الخدمة. عاودي لينا هادي ديال الخدمة. كنت خدا كنخدم سربايا، عارفة أي سربايا كتخدم. المهم سربايا راه معروفة بالإهانة ديالها. لا سربايا خدمة شريفة، غير كاينين بعض الناس اللي هما قلالين الحياة كيقلوا الحياة على ديك السربايا. أما السربايا أو خدمة السربايا خدمة شريفة. خدمة شريفة. أنا كنخدم كنخدم على بنتي، كنطيح وكنوض على بنتي. من التربية كنخدم في الميناج، ما كاينش مشكل. أنا جلسة خدامة ما بيا ما عليا، جا كليان سربيتو قال لي عطيني النمرة، قلت له شنو النمرة؟ أنا على نيتي كنضحك، قلت له النمرة، قلت له قال لي الكود الويفي، قلت له هذا هو الكود داخل عند، قال لي لا الكود آخر، قلت له خويا اسمح لي أنا جاية نخدم ما جايش نطي الكودات، ويقول لي ميكروبا. جا مول المحل بقى كيشوف فيا ويقول لي شحال كتسالي حط هذيك الدوف وسيري في حالاتك. هاد الإيه يعني أشنو؟ يا أنا ندير قلة الحياة مع الـ مع الحياة قلة مع الكليان قلة الحياة ولا خرجي في حالاتك؟ ونخرج في حالاتي. تخرج في حالاتي. عطى الله الخدام يعني. عاوتاني نبقى نقلب من جديد، أنا الشهر اللي فات ما خلصش وهذا الشهر هذا كنخلص خلص نهار واحد ما خلصش. اليوم قال لي قلبي على راسك. مولدا شرحتي لي الظروف ديالك؟ واخا شرحت له الظروف، الصراحة هو كان في الأول كان مزيان ولكن قال لي قال لي عيقتي، قال لي واخا كنتعامل معك عيقتي بزاف. شحال كاري يا أختي رشيدة؟ 24. 24000 ريال. وكنت كان الحمد لله كنت كنخلص، ولكن مؤخرا وليت كنخدم نهار ونجلس سيمانه، نخدم سيمانه ونجلس شهرين. راه بزاف. انت شنو كطلبي اختي رشيدة؟ انا كنطلب هاد العبره اللي خديتها انا، ما ياخذوش وحدين اخرين. تكرفصت انا ما يتكرفصوش وحدين اخرين. شنو تبغي تقولي الدريات اللي كتعترض باقا صغيره قاصر كتعرض للاغتصاب؟ تقول لها ما تسكتش؟ لا ما يسكتوش. علاش الامهات اللي كيسكتوا اللي كيشوفوا بناتهم وكيسكتوا؟ لا ما يسكتوش. واخا تكون عندك 30 عام 40 عام، تكون عندك 40 عام 45 عام ما يسكتوش. علاش مزوجه او مطلقه عازبه ما تسكتيش على الاغتصاب؟ اختي مريم ما يسكتوش. علاش انا سكت حقاش هذيك خال ماما؟ شكون اللي اغتصبني؟ خال ماما. وليتي انت اللي ما مزياناش. وليت انا اللي ما مزياناش، وليت انا حباسه، وليت انا جايبه بنت من الزنقه. الحمد لله. شوفي تصور مات الام ديالي وما شتاتش ومات الاب ديالي وما شتوش ومات خويا وما شتوش. علاش هذيك غير حباسه جايه عندنا ما تجيش عندنا؟ فهمت. خوتي فرحوا وداروا مع راسك، انا ما مجيتش ما عرفتهمش واش حير من ميتين. انا دابا 3 سنين ما مجيتش. صعيب الاحساس. شفتي واحد ما كنشوف حتى واحد غير بوحدي انا وبنتي. دابا نفسيا انت كي دايره؟ مدمره. مدمره بزاف. واش عيد الناس معيدين بنتي؟ لا. واش رمضان جاي وبنتي؟ لا بزاف. ولكن انت مدمره راه بنتك غدمرها نفسيا، انت هي غتبقى تشوفك هي مدمره، راه خصك تكوني قويه. بنتي حالتها نفسيا بزاف، كتقول لي ماما مال الناس ومالنا حنا ماما. بزاف كنت عانا مع بنتي، كنت عانا مع راساتي، كنقول علاش انا الناس مع عائلتهم وانا كاريه بيش؟ علاش انا الناس عايشين وانا ما عايشش مرتاحه؟ هذا امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك المؤمن مصاب. شوفي اختي رشيده انت صبرتي وغتزيدي تصبري على وجه ديك البنيه. حنا ان شاء الله المغاربه يوقفوا معاك يدعموك، ان شاء الله تلقاي شي كرا او يعاونوك غير في الفلوس ديال الكرا وتلقاي شي خديمه شريفه عفيفه تقدري توكلي منها بنتك وتخلصي منها الكرا ديالك. كيف ما عرفنا اليوم انت انسانه كتعتمدي على نفسك، هذا الميساج اللي جيتي اليوم باش تدوزيه واخا انت ما بغيتيش تباني ودرقتي، انا كنحترم الراي ديالك لانك انت باقي فيك الخير على ود عائلتك، على ود الدوار ديالكم، على ود على ود على ود. ما بغيتيش تكشفي على الوجه ديالك ودرتي درتي درتي بحسابهم واخا هما ما داروش بحسابك. انا كنبغي نوصل واحد الميساج لاي امراه، اي انثى، كيف ما كان لاج ديالها قاصر او كبيره في لاج، متزوجه عازبه مطلقه
ما نسكتش على الاغتصاب، هذاك اللي اغتصبني هو اللي خصو يحشم على راسه، ما نسكتش على التحرش، قبل من الاغتصاب التحرش ما نسكتش عليه، الا تحرش بيا شي واحد ماشي فيا انا المشكل، في المتحرش المشكل ماشي انا، ماشي عيب، اللي كيتحرش راه هو اللي خصو يحشم على عراضه ماشي انا. يعني كلنا نقولوا لا، كنا نديكلاريو على التحرش. شكرا لكم، استمعتوا معنا القصة ديال الأخت رشيدة، اسم ديالها مستعار، غتلقاو الرقم ديالها تحت الشاشة، اللي بغى يعاونها يساعدها ولو بخدمة شريفة بتقدر تهز بها بنتها تخلص بها الكرة ديالها. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا أشرف عوينة، لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.